السيد أردوغان أوعد وأكد بأن تركيا ستزود العراق بحصته المالية المائية بالكامل، وأيضا كان هناك اليوم في نقاش بين الوفدين الوزارين تأكيد على نفس المعنى، وأيضا سمعنا تأكيدا تركيا من السيد الرئيس التركي بما تم الوعد فيه في مؤتمر الكويت فيما يتعلق بالمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار العراق، ونحن نرحب بهذا الأمر بقوة. في ملف الأمن وضبط الحدود موقفنا واضح بأننا نرفض أي اعتداء ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه الجارة تركيا أو باتجاه أي من جيران العراق. العراق ملتزم حسب دستوره بأن يمنع أي منظمة على أرضه من أن تشن أي عدوان على دولة جارة وخصوصا الجارة الشمالية للعراق تركيا، ونحن ندين مثل هذه الاعتداءات ونقف بالضد منها. ومجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماعين إلى يوم قبل يومين واجتماع قبل ذلك بأسبوعين وضع خطة للسيطرة على الحدود العراقية التركية لمنع أي اعتداء تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه تركيا. هذا عمل ندينه ونقف بالضد منه ولن نسمح بأن يتم ذلك.